لسه سليلة. هانت يا روح قلب سليلة. نفسي أدب في بيت الشربيني قبل ما أموت، وشوفه هو بيتحسر على عياله واحد واحد، هما بياكلوا في بعض. هيحصل. ده البيت بقى عامل زي المركب اللي بتغرق، وسمية بعد جنتهم وشارت الدنيا، وشاكر انت عارفاه ماشي على شوقي. كل عياله لازم يتعاركوا مع بعض عشان الورث، بس اللي هيكسروا عبده ومفيد. وعبد الهادي كمان، ما انا هجوزه قدريه واخلي الدنيا تقلب عليه. وعبده لازم يطمع، مفيد يتمنى، وحب الدنيا يكلبش في قلوبهم لحد ما يعميهم. عشان تنولي مرادك يا بنت، خلي بالك اللي يطمع ما يطولش، عشان يفضل قلبه مشتاق، واللي يتمنى يفضل محروم لحد ما يقتل عشان يطول الدنيا. ماله يقتل عشان يطول الدنيا؟ مصيبة يطلع كلامك صح يا مصطفى. وبعدين مش عارفة تنامي صح؟ عقلك لسه بيقولك ان مصطفى كذاب، وانه بيحاول يحط كل حاجه في عبه، وان انا بساعده. بس انا عندي الحل. مصطفى يسيب الشركه، وانتي وسمية تمسكوها وتحلوا مشاكلها بقى بنفسكم. مصطفى خد الشركه كويسه وكسبانه، لازم يرجعها زي ما كانت. بس السوق مكسب وخساره. بالنسبه لي مصطفى زي البنك، الفايده تطلع الفايده تنزل، بس عمر راس المال ما يروح. اهو خسر، هنعمل ايه؟ مشكلتك انتي وهو. بس ده حفيدك. وحفيد يعني يبهدلني على اخر عمري؟ يعني ايه؟ عايزه تتخلي عنه؟ تسيبيه كده؟ اعتبري له اي. لو له اي كان مكانه كنت هعمله زي ما عملت مصطفى بالظبط. ماما، ابني محتاج لك تقفي جنبه. مين محتاج مين؟ مصطفى لسه صغير، يقدر يرجع يشتغل ويعوض كل خسارته. انما انا حيالله في اخر عمري.